بداية رائعة لم يكن يحلم بها السويسري مارسيل كولر مع النادي الأهلي، خصوصاً وأنه تولى القيادة الفنية للفريق الأحمر منذ أقل من شهر ونصف الشهر. المدرب السويسري الذي ابتعد عن التدريب لفترة تخطت العامين اكتشف نفسه من جديد داخل القلعة الحمراء بعد النجاحات السريعة التي حققها في بداية ولايته مع أبناء الجزيرة. كولر رغم أن الحكم عليه الآن ربما يكون مبكراً للغاية، لكن ما قدمه مع الفريق الأحمر في البطولات التي يشارك فيها الفريق دفع الجماهير الحمراء للتفاؤل بشأن عودة النادي لمنصات التتويج من جديد بعد تراجعه في الموسم الأخير. المدرب السويسري مع الأهلي منذ وصوله ملعب التتش قاد الفريق في 5 مباريات رسمية بواقع مواجهتي ذهاب وإياب دور 32 بدوري أبطال إفريقيا أمام الاتحاد المنستيري، وحقق فيهما الفوز، والجولتين الأولى والثانية بالدوري أمام الإسماعيلي وأسوان وفاز بهما أيضاً، بجانب مواجهة كأس السوبر أمام الزمالك والتي توج فيها كولر بأول ألقابه مع الأهلي. وخلال هذه المباريات سجل الأهلي 8 أهداف ولم تستقبل شباكه أي هدف، وهو ما يدل على القوة الدفاعية للفريق الأحمر، وذلك بفضل الثنائية التي صنعها السويسري والمكونة من محمود متولي ومحمد عبد المنعم. وبخلاف النتائج الجيدة لكولر مع الأهلي، نجح المدرب في إعادة الروح القتالية للاعبين مرة أخرى، وهو ما ظهر في الأداء داخل وخارج الملعب، بجانب إعادة اكتشاف المدافع محمود متولي الذي يمكن القول إنه ولد من جديد مع المدرب السويسري. مارسيل أمامه تحديات كثيرة مع المارد الأحمر، فالجماهير لن ترضى بخسارة الدوري لموسم ثالث على التوالي، كما أنها تأمل في استعادة لقب دوري أبطال إفريقيا والعودة لكأس العالم للأندية مرة أخرى. فهل تكون البداية الجيدة للمدرب السويسري والتي بدأها ببطولة و5 انتصارات دفعة قوية لتحقيق طموحات جماهير الأهلي؟